وبونجور، مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. وتوا نستقبلوا مع بعضنا عميد الفلكيين التونسيين سي عمار الورتاني. صباح الخير سيدي. مرحبا بك لو عسل. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع ومرحبا بكل من يشاهد هذا البرنامج الشيق. يعيشك سي عمار. بيان سور باش نحكيو ابراج كيما تعودنا. ما توا نرجع بعد الشيف فتحي. مرحبا بكم فاطمه. انا هنيه تشوفوا فيا كيفاش قاعده نقص في البروكلو مشامه مصغار. هذا البروكلو باش يجي طيب في الكوشه. شوفوا حتى كان مشموم يجي كبير هكايا. انا نجي نقصه من العرش نتاعو من اللوطه هذايا، نحطه الفوقاني راهو يتاكل الكل، ونفركو مشامه مصغار على خاطر باش يطيبوا في الكوشه. ما يلزمش يكونوا حاجات معناها كبيره في الحجم. هذاك علاش انا نحبهم مشامه ظريفين، يبداو كيما السجرات الصغار كيما النوارات. هو فاسون اسمه شوفلور، وهو كي النوار. تغزروا له كيفاش معناها نقسمه، كيفاش نخدمه. هذا نجي نقسمه على اثنين ولا على اربعه باش يلقى وقت باش يطيب. نجي هنايا نحط شويه فلفل زينه، ما نكثرش، جوست على اللون، على لون معناها نتاع اللي باش يعطي لون والمطعم للبروكلو هذا. وانتم تعرفوا البروكلو ما فيهش ياسر مطعم، معناها لازم تفوحوه مليح. نحط شويه فلفل اكحل، نحط له شويه ملح معناها باش ياخو مطعم الملح. نجي هنايا ناخو نحط له ثوم فورناتو، ونصب عليه شويه زيت زيان باش يلقى كيفاش يتشواه هالبروكلو هذايا. فوالا شويه زيت، نخلطو مليح 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 حتى لين يولي الكل مفوح، نحسو كله مفوح. نفرشو في طبق فوقو بابي كويسون. اذا كان معناها يلزم معناها نحركوه بيدينا باش ياخو اكل الفاح نتاع الثوم ونتاع البروكلو يتخدم. كوشتي تشعل 200، نحطو في الكوشه. وقت اللي من بعد باش نعرفو طاب ولا ما طابش، نجي نحط ندقو بسكينه ذبابه سكينه. اذا كان في ساعه تنحات منه ذبابه السكينه راهو طاب، نخرجوه. وتو نوريكم كيفاش نعملوا المايونيز نتاعو. مايونيزو باش تكون بالهريسه، حاجه تخي سبيسيال، حاجه بنينه. بالطبيعه انا باش ناخذ هريسه عبيده هي اللي باش نعمل بها المايونيز نتاعي. هذا توا هوني باش نصبو فوق الكاغذ نتاع الطاطيب هكايا، صبوا الكل كيما هو. نجي نفرشو بالقدايز، نطرحوه مليح مليح، ونحطوه في كوشة سخونة كيما قلت لكم 200. يقعد تقريب بين نص ساعة ولا بين نص ساعة وساعة غير بعد. انتم والطاطيب نتاعك يبدا مقصوص هكا مشامه من صغار، راهو ما يستحقش برشا طاطيب. في ساعة في ساعة يتشوي ويجي حاجة بنينة وجديدة. أو تو تشوفوه كي يخرج طايب كيفاش يولي معناها حاجة نهائية بنينة. فوالا فاطمة. ميرسي بوكو شيف فتحية. الوغ نرجعو نحكيو أبراج. مع قبل سي عمار سؤال جانا برشا على باج الماتينال، يقول لك علاش أني لازم نجي لعمار الورتاني ما نمشيش لحد آخر؟ شنو هو باش يختص سي عمار الورتاني؟ باش طيب. نقولوا مثلا أنه هو عميد الفلكيين التونسيين. سؤال طيب برشا برشا برشا، لأن هوني في تونس ما فماش هي كلمة عرف محرمة. من ذهب إلى عرف وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول القائل هكا نتعرف، أنا مانيش عرف. العرف والمنجم والكاهن والساحر محرمين ما عدا الحكيم. الحكيم موجود في سورة البقرة الآية 269، إن الله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله. إذا كان الإنسان يمشي، أول حاجة لازم يعرف لشكون يمشي. أنا من أول الحكماء، فما ناس ما يفهموش الحكماء، نولوا نقولوا العرافين. إحنا كنا خمسة قبل بسنوات، قبل كنت أنا والشارني والآخرين ما نحبش نذكر أسمائهم. لأن ثم شكون ما يحبش نحترمه. ثم المرض، ثم المات، وثم كل واحد عنده اسباب. من خمسه بقيت فيها مانا تو ان شاء الله ربي يصور في عمري وعمر. انا مازلنا نلعبوا سبور باش نبقوا صغار، كبير ولكن صغير. اذا هذا علاش يعرفوا عمر الورتاني، لان اول حاجه بدون فخره عنده اسم، ثاني حاجه ان شاء الله نكون صادق في اقوالي وافعالي. وانت ممكن كي هاجرت لالمانيا بعدت شويه على التوانسه، هذاك علاش مش برشا يتذكروك سي عمار؟ انا كي مشيت لالمانيا اول حاجه كسبت الخبره، خبرة فهمت. ولغة وثقافة. وثالثا ورابعا ليوم من هذا ما عنديش الخلطة، أنا خلقني ربي من الصغير، ربما ثم حاجة يسمعوه الناس مش يضحكوا عليه ويقولوا هذا متخلف. ملت خلقت وأنا صغير ما عنديش اختلاط
مع العباد راه مش معناها متبري. لا لا ثم انواع اللي انا خلطت فهمتك ما خلطش. مثلا الشرب مش خوف للتلفزه ما نشربش. عشت في المانيا ونملك اوتيل بار ريستورون والله لا نشرب والله والقران لا نشرب. صادق نلعب الرياضه برشا لكن توا عندي مده ممكن عامين ما عملتش رغم اللي عندي سال سبور وحتى في داري بكل ماتريال تاع سبور عندي عامين توا بطلت لا هي هموم الدنيا ومشاغل الدنيا ولكن نخدم علاش يجوك العباد اللي كنت سي عمار ما يمشوش لحد اخر مثلا؟ قلنا الخبره هي اول سبب لما الناس تجيني هذا وهذا 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 يقول لك فلان اللي يقوله لك صحيح هي مساله اسم اسم بينما يمشوا مثلا للانسان اخر تيخان نقولوها كريمه ثم انسان اللي جاهل وجاهل هو الذي يجهل القراءه والكتابه لا يعرف يكتب اسمه ولا يعرف يعمل حتى شيء تمشي له الناس الكل يمشوا نقول يمشوا له مش معناها مذكره قد يكون مؤنث قد يكون مذكر اما انا ما نحبش نجبد. شنو تعمل انت سي عمر اذا يجيك حد اسكو تداوي بالعربي ولا شنو؟ نقول لك حاجه ما نحبش نقص عليك يمشي ساعه للانسان يعطوه دبوزه ما وديما يقول لك دوش به دوش مش اربع جمعات ولا ست جمعات حتى ثلاث اربع شهور ديما يا بنتي كتمرض في الناس انت والله. حتى تقول يا بنتي ما نسماش حصلت قد يكون راجل ديما يعطي دبوزه ما ديما دوش به هل هذا علاج؟ ربي ما عطاش ما قالكش اعطي المال للعلاج قال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين القران هو الساس ثم الرسول يقول اعطيناكم للعسل يشفي جميع الامراض ما عدا السام قال يا رسول الله وما السام؟ قال العسل ثم نوع من الحشيش اللي افيكاس بدون اي حاجه وانا نعرف الحشيش هذه انا نتناقش حتى مع بعض الاطباء اصحابي واحبابي نتناقشوا بضحك ولعبه حتى في الليل يجون لداري اشنو الدول العربيه؟ نقول له انا تنعطيك انا حاجه بسيطه اللي نعجزك بها طبيب اصحابه احنا تعرف الرجال كانوا يقعدوا بعض شنو نقول له السمن يقول لي يعمل الكوليسترول يا اخي نقول له لا احنا العالم العربي والاسلامي باثره حتى في عهدينا ما كانش ثم طهاره الناس تطهر وما ثماش ثم انسان الحلاق يجي لا بنج ولا طنطور ولا حتى يقص يمشي على روحه اللي بيا يقصوا الصغير يعملوا له كعبه ضم يصبوا عليه نحن السمن ورشه الدجاج يدهنوا به عمرك سمعت انسان مات؟ ها عمره ما مات انا بيدي طهاره عربي انسان لا يقرا ولا يكتب اسالوا بياتكم ولماتكم تو يقول لك صحيح اذا اسمن نقول انا سيد الادويه هذه حاجه من الحاجات فهمتك مثلا الحبه السوداء مثلا الثوم اللي عنده فوائد 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 كبيره انا مثلا الصباح اول ما نصبح كاس ماء وثوم لا نبيت من المغرب كعبه بصل في كاس نتاع جي كبير باش يهز يرفع كعبه البصل نبيتها الصباح نشرب الماء نتاعها على الخواء ثم من بعد نعمل حاجه اخرى كعبتين سنتين ولا ثلاثه ثوم في حاجه اللي ما تصورهاش انت في البيت كذلك نخلط معاها ونشرب سنتين ثوم في الصباح ثلاثه في الليل قبل النوم تبعدك حتى عجلتها انت يجي شوف أنا عمري في السبعين أنا عمري في السبعين راه بارك الله كي نعمل لك نخو مش أسيدي كيما يقول أسيدي عبد القادر شايلها عندي خلي أسيدي عبد القادر شايلها برضا الناس ما تقوم كان بالسيف وثم واحد تلقاه كبير لكن أصغر من 18 وأصغر حتى من 25 فهمت إذا على الأقل باش ناخذوا عليك فكرة سي عاد نرجعوا لموضوعنا الأول باش ما نهربوش ويقول قايل علاش تجيني أنا أنا ما نفخرش روحي ولكن والله هذه كانتي عندي اسم كبير في تونس سواء في كل بلدان تونس كنت تقول له عندي مشكل كذا كذا يقول لك عليك بعمار الورتاني فهمتك يقول لك راهم يقولوا انسان اخر يكذبوا عليك التلافز في تونس قبل ما نهبط انا تو هنا يطلبوا كان عمار الورتاني انا اي تلفزه ولا راديو نقول لا ليش؟ ضد ياسر باش واحد يهاجمني لان ما نتحملش عاقل برشا انا نحشم برشا انسان طيب محترم اما باش يقول لي كذا كذا ما نجمش نسكت مش نرد عليه اما باحترام كي شفت برشا ناس تلعب اللي هما مش متاعي بقيت انا بارك وهما طلعوا ايه وينك يا عمار؟ اي برا اعطيهم درس هبطت للميدان وفعلا هل وحيد هذا يشهد اما مسجلين عندي يقولوا لي راك عميدنا ما نفوتوكش صلح لنا اخطائنا
ومنين تحدد لينا نقفوا عندي هنا بصح. اذا هذاك علاش الناس تجيني انا ان شاء الله نكون صادق في اقوالي وافعالي وطيبه مع الناس. كل مره كنا نعملوا لمحه هكا سي عمار، يعطيك الصحه ديما معكم، مرحبا بكم. اوكي نحكيوا ابراج توا به. والحمد لله الذي جمعني بحمام الماتينال. يعيش يعيش. حمام بأتم الكلمة، الثلاث البنوتات هذوما طيارات. يعيش. ما يختارش هذه على هذه، خاصة جيتو باس أو دوج جزاكت معناها موتين بعضكم. يعيش يعيش. إذا أبراج حصة طيبة وإن شاء الله ديما هكا به. إذا أبراج هذا الأسبوع بداية ببرج الحمل، أنت طموح وتحب التحليق في العلالي. نظم وقتك وتابع العمل متاعك بدقة، هذا يخليك تحصد الأرباح. أنا كما تحب يا روح. هاي وتسهلك المعاملات. أما بالنسبة للعاطفة تشعر بالحب والإطمئنان آخر الأسبوع. الصحة نومك مقطع، هدي أعصابك، ما تبقاش تتقلب على اليمين على اليسار، اللي ينقصك جيبه في النهار. الثور بانتظارك برشا أعمال متراكمة ومسؤوليات وتحديات. خذ حذرك، ممكن تتعرض لعملية تحايل، كون متيقظ، حل عينك ورد بالك. العاطفة مرة أخرى تقابل زملاء وشريك سابق بعد زمان طويل. الصحة حافظ على جهازك الهضمي ولا بد من شرب الماء. الجوزاء بداية جديدة في العمل، حاول صلح أخطاء الماضي وما تقلقش من التأخير في خصوص العمل. العاطفة تحس بروحك بحاجة للحب والمغامرة. الورد كي ما تسقيش بالماء يذبل، صحيح. السرطان هذا الأسبوع مهم لعلاقتك التجارية والاجتماعية، خذ قرارات نهائية بخصوص مشاكلك القانونية. العاطفة الحبيب يقول ما تبعدنيش، أيه ما يلزمش الواحد يبعدوا الحبيب، خاصة إذا حب ويبعدوا الحبيب يتيح تيح مشومة. الصحة عندك أوجاع في الجهاز التناسلي لابد من العلاج. الصيد باللي يكبر يبقى صيد ميلر. وشكر روحه متعدي قاعد بحذينا بلتو. راجع التزاماتك المالية وتصرف بحذر في ديونك. العاطفة الوقت مناسب انت بارتباطك مع الحبيب. الصحة عينيك واسنانك في حاجة للعناية، تمشي للدكتور العائلة وتعالج روحك. العذراء ثم أبواب مفتوحة قدامك للسفر والهجرة أو تعامل مع أشخاص أجانب. العاطفة حل مشاكلك القديمة مع الشريك، قد يكون تحس بروحك متفرهد أكثر. أما بالنسبة للصحة استهلاك الماء بمعنى أوضح شرب الماء ضروري، لأن الكلاوي يطلبوا الماء برشا. الميزان عندك برشا إرهاق بسبب كثرة العمل، بعد دخولك في مشروع جديد صلح وصحح أخطائك وخطواتك. العاطفة تواصلك مع الشخص اللي تهتم به في تحسن، قرب أختي وأختي ولل يجي في ديك. الصحة أعطي الرعاية اللازمة واهتم بنفسك وصحتك. العقرب عندك تجديد وتغيير في علاقتك المهنية، حاول التقرب من العمال والزملاء. العاطفة عاود أمورك العاطفية وصلح مشاكلك وحسن علاقتك. الصحة قلق في البطن والأمعاء لابد من العلاج. القوس قوس. أنت قادر على إدارة شؤونك بنجاح، تنجح أعمالك كيف ما كنت تتمنى. العاطفة راجع أمورك المرتبطة بالعائلة. أما بالنسبة للصحة تجنب الأكل الحار، ولو هو في الواقع تبعه الحار صحيا فيه منافع، أما اللي عنده قرح في المعدة يتجنب، تبعه وشوفه الكتب. الجدي مشاريع جديدة واهتمامك بأمورك المالية في تحسن. إن شاء الله ربي كثر علينا المال وتعطيني معاك بشوي. لكن مع الحذر، العاطفة الحب من النظرة الأولى، يقولها الناس كلها لكن هو مش صحيح.
الإعجاب من النظرة الأولى تشوفك الإنسان يقول لك والله باهي الوليد ولا باهي البنية، أما الحب من النظرة الأولى يتيح تيح مشومة اللي ما عادش فيها دواء، حل عينك ورد بالك. الصح مشاكلك في الجهاز التنفسي، مش عندك مشاكل في الجهاز التنفسي يا برج الجدي، أما برج الدلو الكارت متاع اللعبة في ديك، أنت ملك في التعامل، كون حكيم، المال مالك ورد بالك، لا تسلف ولا تتسلف. حاضر. العاطفة أنت تعرف كيفاش توصل بسهولة إلى الشخص اللي تهتم به. الصحة ابعد الخلافات العاطفية وهكا تكون صحتك بخير، تبعد الأعصاب لأنك عصبي وقت الشدة ومترشفهاش ومتوخرش التالي، يلزم نجبدوها بالسيف. الحوت تعامل مع المال بحذر، عندك فرصة لبداية جديدة وعاود التفكير في برشا أشياء وراجع التحركات الخاصة بك. أكل الحوت من المستحب يتاكل مشوي على النار. العاطفة إعادة التفكير في رجوع الحبيب السابق. عندي هذا في يدي والآخر ما حبش يمشي من مخي. الصحة عالج الأمراض ولا تستهزئ بها. يعطيك الصحة سي عمار. مشكورين. أكيد معناتها الناس تتبع ياسر الأبراج، وما تنساوش أنه مع سي عمار الورتاني تنجموا تتصلوا على الأرقام هذم، وديما الأبراج الصحيحة تكون بقراءة الكف مع سي عمار الورتاني. نمشيو الروبريك على الحيط مضاء زلمتنا منى الحرزي ونرجعوا. عسلامة ومرحبا بكم في جولة سريعة على أهم الأخبار اللي شغلت الرأي العام هاليامات. الأخبار الأولاني يحكي على مقطع فيديو انتشر في مواقع السوشيال ميديا، الموظفة عمومية في واحدة من الإدارات التونسية، المواطن قاعد يستنى والموظفة تقرأ في جريدة، ويزيد وقت اللي يكلمها تقول له نقرأ جريدة بصفة عليك وقت الخدمة وكان عجبك، وتزيد تختم كلامها بسامحني البرة. أنا كمواطنة تونسية نتسائل من وقتاش ولات الإدارة التونسية ملك خاص لبعض الموظفين اللي يعملوا فيها اللي يحبوا ويقصروا في خدمتهم كيف ما يحبوا وعن استحقاق، يعني ما يكفيش مصالح المواطنين تتعطل بسبب هالتقاعس وزيد الاستفزاز من فوق. الخبر الموالي عبارة على حالة مرضية اجتماعية صعبة للطفل الصغير، وين وجهت والدته نداء استغاثة تقول فيه أنا مواطنة من غار الدماء ولاية جندوبة متزوجة وعندي زوج صغار، زوجي يخدم في المرمى، عندي ولدي عمره عامين ونص عنده لحمة في راسه ومستحق لي رام وتحليل وعملية تكلف 3500 دينار، نطلب من القلوب الرحيمة يعاونوه يرحم والديكم ويثبت أجركم، ورقمي هو 26-281-879. المبلغ ماهوش كبير مقابل إنقاذ وشفاء هالملايكة، وأي واحد يرى أنه ينجم يعاونه بالقليل وإلا بالكثير ما يترددش وربي جازيه كل خير. الأخبار الموالي خبر كله فرحة وبهجة وطبيعة خلابة، الصورة هذه ريناها برشا في الآونة الأخيرة، الزوز توينسا يختاروا باش يحتفلوا بزواجهم في قلب الطبيعة وسط أجواء بسيطة وراقية ومميزة مستغلين جمال الطقس والخضار، رواد التواصل الاجتماعي داولوا صور حفل الزفاف وين يظهر الزوجين وهما يتوسطوا قطعة أرض اتزينت باللون الأخضر وملتف حولهم المدعوين وسط أجواء غاية في البساطة والجمال ومأدوبة الطعام زادتها جمال ورونق في الهواء الطلق. الحفل لقى إعجاب الكثير والكثير من التوانسة وربي هنيهم. هذه كانت الروبريك الخاصة بزميلتنا منيا الحرزي، واحنا توا سعيدات باستقبال سي سليم العلوي، هو رئيس جمعية البعد السابع. الجمعية هذه هي المنظمة مهرجان الشباب بالقصرين. مرحبا بك سيدي. مرحبا، مرحبا بك كل، مرحبا كل المشاهدين. يعيشك سي سليم. باش نحكيو بيان سور على المهرجان، ما قبل لازم نرجع بحذا الشيف الحياة. مرحبا بكم فاطمة، مرحبا بضيوفك. انا هنا باش نوريكم كيفاش باش نعمل مايونيز وكيفاش باش نركب فيسع فيسع المقرونة نتاعي اللي باش تجيب ما غير سمطان. ناخذ خليط 4 كعبات اصفر عظمة مليحة، حطيتهم في الماكينة هكايا نتاعي، نحط عليهم شوية ملح نحطو، حطيت شوية ثوم فرناتو، شوية فلفل أكحل ما حشناش برشا فلفل أكحل، نصب فوق القارص طول معناها الكل على بعضه، نصب الزيت نتاعي، شوفوا كيفاش زيت زيان نعبيها معناها الماكينه. نحطوا اون دوز عظم كيما نتاع الابيض، حكيت لكم انا على الابيض كيفاش تخدم. كي نحطوا دوزه واحده نتاع عظم
نحطوا عليها دوزتين ثلاثة زيت، هو اللي باش يطلع لنا المايونيز. انا مايونيز اليوم قلت لكم راني باش نعمل مايونيز بالهريسه عبيده، هي معناها نكهتها بنينه ومفوحه وتعطيكم اكل الحراره البنينه اللي في المايونيز. شوفوا فيا كيفاش ناخذ شويه هريسه نحطها في وسط الخليط نتاعي، ديما نجي بالبلونجور هذايا، ديما المايونيز بتاعي نخدمها بالبلونجور ضربه واحده، نحطوا اللوطا البلونجور لوطون اللي يطلع المايونيز نتاعي تبدا تخدمت. شوفوا فيها كيفاش حضرت ديجا اوب مايونيز تخدمت. هذاك علاش ديما نقول لكم وقت تخدموا مايونيز هكا امبوسيبل باش تطيح، معناها من الحاجات اللي انا معناها نجربها ديما ديما ديما، وباقي بالتكنيك هذه عمرها ما تطيح. هنايا ناخذ الفيسع فيسع الزيت، تو تشوفوا كيفاش المقرونه نتاعي في ان طون ريكور تركب حاجه بنينه وهايله. باش ناخذ بالطبيعه هالثوم هذايا فورنيتو نحطو نبدا به هو، ونحط عليه شويه هروس عبيده. مانيش باش نعمل بالهريسه، عملت المايونيز بالهريسه، هوني باش نعملكم المقرونه بالهروس. نحط شويه طماطم معجونه، ما كثرش طماطم، هي مقرونه بالصلصاوي اما ما كثرتلهاش طماطم، لازم مقرونه تلقى فيش الطيب. هنايا حطيت نحط الفاح نتاعي اللي هي شويه كركم، ملح، فلفل اكحل كالعاده كيما تشوفوا فيا، نفوحها مليح مليح على خاطر المقرونه بلاش صمتان، راهو ماهيش باش تتسمط، باش تطيب في الخضره نتاعها، باش تطيب معناها من الاول. نحط الفاح هذا الكل، نحط المقرونه ونصب الماء ونغطيها ونخليها تطيب مع بعضها. شوفوا فيها كيفاش نحط فيها كل على بعضها، تو تشوفوها كيفاش تجي، وجربوها انا متاكده اللي باش تعجبكم وتطيب في ان طون ريكور اللي ما تصوروهش في بالكم. مع المقرونه هذيا انا خذيت البلوم هذيك نيميرو 2 نتاع ورده، هي اللي باش تطيب لي في وسط معناها الخضره هذيا. اخر حاجه وقت تبدا المقرونه طابت انا نجي نحط الكلافس ونطفي لها النار، معناها وقت هي تبدا الدنتي تكمل هي وحدها تشرب المرقه نتاعها، خاطر تطيب في المرقه وتجي مقرونه بالصلصه لكن طايبه في مرقتها. تشوفوها من بعد كيفاش طلعت مقرونه بالخضره والصلصه، حاجه بنينه وفيسع فيسع وما تسحقش برشا وقت في الكوجينه، وسيغتو ماهيش مكلفه بالكل. هذا مادام غلاه الصلصه هذيا هو دوبا يغلي، وانا نرمي المقرونه ونغطيها ونخليها تشرب الفاح اللي انا حطيته نتاع الخضره ونتاع الفاحات والطماطم والحاجات اللي حطيتهم هذوك الكل. انا فوت حاجه اللي هي البصل، ما نساوش البصل الوغ كم قصيته يلزمني نحطه، نخلي هذيا هي تقيم الغلوه وانا نصب المقرونه نتاعي. فوالا فاطمه هذيا دبارتيو. ميرسي بوكو شيف فتحية. الوغ نرجع نحكي مع سليم العلوي اللي قلت هو رئيس جمعيه البعد السابع ومنظمه مهرجان الشباب بالقصرين. الوغ كان تحكينا على المهرجان هذا سيدي. مشروع قلنا مشروع مهرجان الشباب وفستيفال ديجان، هو جمعيه البعد السابع هي معناها الطرف معناها نتاعو، هي مؤسس ولا مؤسس بطبيعه للمهرجان هذايا، وهو ممول من قلنا من برنامج تفنن ممول من الاتحاد الاوروبي بالشراكه مع وزاره الثقافه. بون تفنن عندنا تجارب معاهم سابقه، هذاك علاش زادوا اعطونا معناها هي الدوره الثالثه اللي انطلقت ديجا انطلقت اليوم ديجا معناها اليوم فهمتي، هي الدوره الثالثه. دونك علاش عملت بيبينير الدوره الاولى والثانيه نتاع الشبابيه والتلمذيه، الطلاب كيف نتاع قاصين ولو يتبعوا فينا يتسائلوا شنو باش نعملوا شنو باش نعملوا. دونك اخلقنا هذه مهرجان الشباب كاشيونس كل عام ان شاء الله تكون في القصرين على غرار معناها المدن المجاوره كيما الكيف كيما قبلي كيما توزر كيما هذيك. دونك تخلق تروزيام اديسيون 2019 رزين شوي على خاطر خدمنا له شويه هكا باحترافيه، عملنا معناها اللي جينا 11 لجنه في هيئه المهرجان تقوم على كل ما هو لوجيستيك وبيبليسيتي والكومونيكاسيون والدنيا هذيك الكل. خلقنا كيف كيف عملنا من 1 مارس بدينا في الترويج للمهرجان، درنا للمعاهد والمدارس معناها طونك بيبليك سيبل نتاعنا هما التلامذه، شفنا ارائهم
شنو يلوجوا شنو يحبوا شنو يحبوا صحيح شنو يحبوا شنو يسمعوا اخذينا فكره بليز او موان على البرمجة وسطرنا برمجة إن شاء الله تستجيب معناها لطموحات الشبابنا في القصرين. واضح كان تحكينا مالا توا شوية على اللي طلبوه التلامذة وشنية البرمجة اللي حبوا عليها. هي مش نوصلوا 90% مش نوصلوا 100% لكن هاني معناها محاولة من الجمعية ومن الهيئة نتاع الجمعية ككل. دونك عملناها بدات سهرية الأولى قلنا سهرية تاع موسيقى إلكترونية خيرنا أربعة من أحسن ما موجودين في تونس دي جي دانجر ميس أم كيف كيف جيمو وبنجامي هذه في سهرة 22 مارس اللي تعديت 23 مارس عندنا هذه أوبيريت عالية أوبيريت عالية هذه معناها مولود منتج نتاع الجمعية معناها هو نحن منتجين أوبيريت عالية هذا ياخذ معناها من لوريا من الجمعيات هذا يقرس أوبيريت عالية كيخذينا التمويل الثاني متفنن كيف كيف دونك لو 24 خيرنا الكترو طايح مع زياد الزويري سهريه ممتازه جدا ونسقنا مع زياد الزويري باش يعمل اتوليه كيف كيف على مع وليدات كونسيرفاتوار لي فيولونيست باش يعمل بيرفورمانس في نفس السهريه هذيك ما فيها بياس الوليدات معناها يكونوا معناها في نفس على نفس الخشبه دونك 25 مارس عندنا صارت كلايبي بي جي ودي جي كوستا اي 25 مارس 26 مارس عندنا مرتضى مرتضى اليوم مرتضى صحيح اليوم مرتضى مطلوب ياسر من البدايه كيف سيرتو غير القصرين 26 مارس هو عمل سونتاج دوبينيون قبل حتى ما يعمل برشا دونك هذاك عارف من البلاد فهم بصرني برشا بلاد 26 مارس كيف كيف عندنا الرادي رئيس الرادي والفا هذايا ولد قاصين كيف كيف ومن شباب الجهه وقاعد يخدم في خدمه باهيه ويسطر في مستقبل ان شاء الله بحلو يسر وحبينا نقفلوا بسهريه معناها انترناسيونال انترناسيونال قريبه لنا شنو قريبه من قاصين عندنا الجزائر قريبه لنا دونك جبنا جروب الدي جروب معروف ياسر غني ماريا كتعرفوه يتنقل بارتو دون تو لو موند مع ليكيب ناسيونال الجيريان ان شاء الله تكون سهريه معناها باش تلاقي ان شاء الله استحسان الجمهور الكل معناها القاصرين. باهي نحبوا نعرفوا احنا توا الدورات الجايه باش تكون ديما هكا شبابيه ولا باش نلقاو ما نعرفش انا نوعيه اخرى من الفنانين ماك تعرف دي جي مثلا والا الفنانين من النوعيه هذم اللي نتاع المهرجان هذا اللي هو للشباب صحيح ممكن ما يهمش الشباب الكل خاطر الشباب بدو اذواق بالطبيعه. نحن هذه معادله بليز اون موان حبينا نعدلوا هكا نشوفوا اراء الشباب وحبينا نعملوا هذه الروسي المنيو هذايا ما حابين نشوفوا محاوله منا نحن فهمت نحاولوا مره كل مره نشوفوا نبي وراء اراء الشباب انا اللي عجبني حتى كون فوز افي شوازي الموسيقى الالكترو فما مختلفين معناتها موسيقى ميس ام مش هي بيدها بنجامي مش هي بيدها دي جي دانجر معناتها كل واحد فيهم عنده الموند نتاعو دونك نحييكم على هذايا وان شاء الله ما تكونش انا حاس في نفسي اللي فما كان الكترو معناتها والا لا موسيقى تري ريتميك ما نعرفش اسكو الشباب في القصرين فما كان هكاكا معناتها الكترو طايح يعني مش واحد فيه كالم هكا وفيه كحاجه معناها موزيكا تتسمع كلمه تمشي واحد مرتضى كيف موزيكا معناها نوع اخر كيف كيف كيف, كيف عندنا ديزاتولي على همش مهرجان كيف, كيف فهمتي عندنا قلنا الاتولي نتاع زيد زويري كونسيرفاتوار وعندنا اتولي عملنا اتولي في السمامه قلنا خلينا نخرجوا شويه في صوت السمامه اون كولابوراسيون افيك فونداسيون رومبور مشكورين كيف كيف عملنا الاتولي هذه كيف كيف زياد الزويري هذايا بالكولابوراسيون بالانستيتي فرونسي مشكورين ياسر كيف كيف معناها فتح لنا شراكات مع اللي فون موجودين ونحبوا هكا نجيبوا ناس اخرى معناها تجي هنا القصير اوبيريت عالي كيف كيف ما ننسوش اوفر معناها ان شاء الله عمل معناها هو مشروع جمعيتي بدا مع مده عام كامل ديزاتولي مختلفين صورنا قصة معناها واقعية قصة تراثية من القصرين وخرجت معناها وتجسدت على المسرح من شباب نوتر شباب معناها بيرسك بريت بعد 10 أشهر يلقى روحه
سيرسين ويمثل في فيستيفال والأوبيريت هذيك عملت 10 فيستيفال تو جا ومطلوبة والحمد لله يا ربي. ميرسي بوكو سي سليم العلو يعطيكم الصحة في البرمجة هذه وبرمجة متنوعة وممكن تلبي رغبات الشباب الكل. سي سليم العلو هو رئيس جمعية البعد السابع منظمة مهرجان الشباب بالقصرين. ما ننساش يلزمني هكا تحية بالطبيعة مدير الدورة هو حمزة العجلاني هو المهندس نتاع الدورة هذه وكوميتي كاملة هي بطبيعة مش ما ننساش هم كوميتي كاملة من 11 بيرسون مشكورين الكل ومشكورين انتم مشكورين المدعمين كيف كيف اللوطة كل جوت كيف كيف الألمانية كيف كيف من غير ما تسمي خاصين باش تقعد تخلص سيدي دونك ميرسي اوكي 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 ميرسي دونك نرجعوا بعد الشيف فتحية باب الضيوف. انا هنايا قاعدة نخلط في الفخص نتاع الصوابع اللي باش نعملهم باللوز هذا خذيت لوز احمر مرحي حطيت له شويه سكر كلاص وحطيت عجنته توا يقعد يشرب العجنه نتاعو. انا اونتروطون باش نطيب الكريمه نتاعي اللي هي كابوتشينو سمارتشيف مادام اللوز يزم يلقى وقت باش يشرب. من بعد نجي نطوي البريوات ونوريكم كيفاش نطويهم بسهوله تامه اللي هما لي ميني سيجار الايمات هذوما حاجات معناها خفيف وسهلين وسورتو اللي يقعدوا ما تقعدوش كل يوم في الكوجينه تنجموا تقدوهم مره في الجمعه ولا مره في 15 يوم معناها ماهيش بتاخذ لكم برشا وقت. انا هوني نشوف المكونات المحطوطه فوق الباكو سمارتشيف الكابوتشينو هما هذوما اللي باش تاكلوا بهم البريوات هذه اللي عندي توا فاطمه ومن بعد تجوني في الطويات. ميرسي بوكو شيف فتحية. واحنا توا نستقبلوا مع بعضنا سيرين غوسي اللي باش تعطينا برشا دي كونساي كيفاش نخملوا كلاصنا. هاي بونجور بونجور مرحبا صباح الحمد لله توحشكم هنا خاصة الجمعة توحشكم. اليوم باش نحكيو فاطمة كيفاش ديزاستوس اون فيت كيفاش البلاكار ولا الدريسينغ نتاعنا ننظمو ويقعد منظم أكثر وقت. خاطر نعرفوا اللي ما ينجمش يقعد برشا مخمل صحيح هكا ولاد دره لا الحمد لله نجبد تحت الكل فوالا. دونك اول حاجه باش نحكيو عليها كيفاش ننظموا هو لازمنا ننظموا الدريسينغ نتاعنا ولا معناتها لارموار بار كاتيجوري سيتادير باش نحطوا المراول مع بعضهم والسراول مع بعضهم ما نخلطوهمش ولي روب بار لي روب لي مونتو اي لي فيست يلزمو يتعلقوا. بالنسبه للتعليق لي سانتر كي تمشي انت للبريسينغ يعطيوك السانتر الميتاليك هذاك راهو ما تخليش الفيتمون نتاعك في السانتر هذاك، السانتر هذاك يديفورم الحوايج، كي تخلي فيه السوريه خاطر هو إلي ميتاليك، السوريه باش تاخذ الفورم نتاع سورتو او نيفو معناتها فوالا دونك لازمك تنحيه وتحط لي سانتر كو سوا اون بوا ولا اون بلاستيك فوالا. كيف كيف حتى لي روب لي فيسم راهو كي تجيبهم البريسينغ ما تقول فما عبيد يخليوهم لي سانتر هذوكم الكل يستعملوهم وحتى بالوقت هو يتهلك معناتها يولي يعمل الكبابط مش خليوهم ولا لا حتى الكبابط حتى الكبابط طيشوهم دونك il vaut mieux دونك قلنا بار كاتيجوري. بالنسبه للي بول دونك باش نعملوا لي بول اللي هما يبداو خشين شويه مع بعضهم والاخف مع بعضهم وفي البلاكار ما تعملش دو رونجي سيتادير كي يبدا عندك البلاكار ما تحطش رونجي وراها رونجي خاطر راهو امبوسيبل ديما راك باش تمد الرونجي الثانيه باش طيح معناتها مش يقعد منظم والا حاجه اخرى تراسيك ديما تلبس الغونجي الاولاني هذاك تعرف شنو باش نجيو وين نقول هذاك شنو باش نجيو تعرف نحكيو باش نحكيو على الحوايج اللي هما يكونوا بلو معناتها لو بلو اكسيسيبل لينا اللي هما ديما نستعملوها معناتها الحوايج اللي نلبسهم ديما باش نحطوهم اللي هما اسهل حاجه. الحاجات اللي ما نستعملوهمش ديما لي بول ولا لي بونطالون اللي ما نستعملوهمش ديما ما يصيرش كان نحطوهم معناتها يبداو يا الفوق ولا برشا ولا اللوطه هو اللوطه اون جينيرال ديما نخليو بور لي شوسور وكل كان ما عندكش رونجمون بور لي شوسور دونك الحاجات اكسيسيبل. فما اسيوس اخرى باغ اكزومبل تحط انت البيل نتاع الحوايج نتاعك معناتها لي بول ومن هوني فما لي بونطالون باش يقعد فما شويه فما اسباس هذاك تاخذ بانيي يمشي بطول ولا حتى معناتها واحد اون كارتون بواط اون كارتون وتحط فيهم كو سوا لي سانتور ولا لي فولار ولا معناتها الحاجات اللي هما صغار اللي تنجم تدورهم تعملهم معناتها نقولوا كيما لي سوشي ماكي هكاك تدورهم وتحطهم غاديك. دونك هذوما الحاجات اللي باش تمد انت تو مريولك باهي كيفاش ما تمدش مريولك تجبدوا هكا نبعث من تختي يقول لها ردوا لك دونك تاخذ البيل هذيك اللي احنا حاطينها تخرجها
تنحي البارتي وين انت تحب وترجع وتعاود تحط. هوني راهو تخلي اكثر وقت لاغمواغ نتاعك منظمه ما تشد لك اكثر وقت. اما كان باش تقعد كل مره تجبد راهو اللي تحت واللي فوق باش يتهلك. واضح هي حاجه صعيبه راهي شويه. ليش حاجه صعبه للناس المنظمين اما واحده كفينا انا تعرف شنعمل سيرين سيرين نحط حوايج نتاع الدار هذم كوحدهم نتاع سبور هذم كوحدهم نتاع الهمه كما نقولوا احنا هذم كوحدهم ونتاع كل يوم هذم معناها وحدهم معناها فما حاجات اللي ما يتمسوش ديما هذم ديما تلقاهم. اي فما الحاجات اللي هذوك خاطر ماكش ديما تستعمل فيهم. وهو باش تعمل انت تنظم البلاكار نتاعك اول حاجه باش تعملها راهو لو تري سيتادير باش تهبط حوايجك الكل وهوني معناتها باش تعمل لو تري نتاعك على خاطر سي سور عندك دي بانتالون عندهم 3 سنين دي بول عندهم 4 سنين راهو كان عندك حاجه عندك اكثر من عامين ما لبستهاش اعطيها طيش معناتها راهو امبوسيبل باش تعاود تلبسها. هوني نحكي على الحاجات اللي تشريهم معناتها ولا باش تلقى عندك حاجه منها زوز فهمت صغير راهو تشري حاجه تلقى عندك لو ميم ستيل ولا لا ميم كولور في معناتها دونك هوني اعطي باش تخفف ديجا الكاردوغوب نتاعك وتنجم تنظمها بالكدا. بالنسبه للي سوفاتمون ديما لي سوفاتمون لازمهم يكونوا اكثر حاجه معناتها زاد اكسيسيبل. فما عباد يكون عندهم دريسينغ ولا ارموار وعندهم كوموود دونك في الكوموود هذيك القجار الاول تنجم تستعمله بوغ لي بارفان ماكياج الكل والثاني تحط فيه توسكي شوسيت معناتها سوفاتمون الحاجات وهكاك ما تخلطهمش مع حوايجك يكون معناتها اسهل يكون الدريسينغ نتاعك ديما منظم. اكثر حاجه التعليق دونك كي تعلق ديما اسهل. بون هوني نحكي العباد اللي عندهم لي دريسينغ توا الكل عندنا انستغرام يون فالي انستغراموز وكل شيء لا ماجوريتي نتاع البيوت اللي راهم هنا في انستغرام تاع لي انستغراموز بوتي ولا فاشن تلقاهم ولات توا ديرنييرمون فما اون توندونس تاع تعليق على القلق على القلق يعملوا بورتون ونشوف في لي فيديو يوتيوب كيف كيف فما برشا دي كومونتير يسالوا على حاجه معينه اللي هي الغبره بالنسبه للتعليق. اكزاكتومون كومون فير كومون فير انا باغ اكزومبل التعليق البورتون حتى كي نستعملوا لشنو نستعملوا كي الحاجه اللي ديما نستعملها مثلا كابوتي كي نخرج به في عبش نرجعوا للبلاكا خاطر غدوه باش نلبسه نحطه في البورتون هذاك ديجا الي اكسيسيبل مي جامي ما فهمش الناس نعمل البورتون الحاجات اللي انا مانيش باش نستعملهم كوتيديانمون سيتادير لو بورتون هذوما نحكي عليه اي لو بورتون اللي يبدا في البيت ظاهر معناتها يبدا ظاهر مش لو تانك لا هذيك دريسينغ هي معناتها بيت شامبر دونك هذيك اكثر حاجه مثلا بلاز عندك بلازير بيرفكتو مونتو تستعمل فيهم ديما كوتيديانمون هذيك سي با غراف باش تحط في بورتون يبدا هكا معناتها كيما اللي فيه شويه ماجازان ولا بوتيك فوالا ويتحط تحت وتنجم دي كارتون زاد تحط فيهم لي كولون وكل شيء تنجم تعملها. مي سينو كي تحب تستعمل البورتون بور لو رونجمون هوني نقولها لازم تاخذ اوس مدعب خاطر هنا باش نقول لك استيوس انا عندي منها في دار اللي هي شريت دي اوس شريت دي اوس برجو هي ساكوت شير ساكوت شير وليت ناخذ لي تري غران ساك بوبيل ونحط ننقبها من الفوق ونحطها في الصندوق نعطيك استيوس خير من ساك بوبيل خاطر سا ريست توجور مع بلاستيك هذاك ديما فما راهو تدخل غابره شنو معناتها معناتها تتمسك احسن حاجه سي دغا سي معناتها تاخذ دغا وتخيطو من بعد حتى تخيطو تنجم الدور تحط حوايجك وتدور الدغا عليهم وتلفوا معناتها هكا ويقعد يقعد مثلا احنا تو باش نبدلوا الحوايج الصيف دونك اكثريه الكباب وكل ما عادش نستعملوا. خلينا نحكي على حوايج الصيف وشتاء. سيري انت مره اخرى قلت هيك كيفاش نلبسوا الحوايج نتاع الصيف وشتاء فرد المره مع بعضهم بطريقه مزيانه معناتها لازم نستعملوا الزوز كيفاش نجموا هوني هوني فما اللي باش يمشي في التوندونس هذايا ويحب معناتها يعمل هوني ايفا با رونجي معناتها حوايجه ايتي ايفير يفا لي رونجي زوز مع بعضهم معناتها باش يعمل حاجات نتاع نقولوا الفوق باش يعمل اكثر ايتي واللوطا ايفير وهوني ينجم معناتها يبدل كل اللي يعملوا اللي ما يحبوش معناتها يحبوا يلبسوا كان حوايج شتاء معناتها حوايج شتاء باش يخبيهم كل في لي فاليز ولا معناتها شاكان هو والرونجمون اللي عنده في داره. هو الوقت هذا له صيف له شتاء دوكو يعملوا كيف انا حوايج الصيف يخرجوا فوقهم الفيست معناها كلي كبابه الغلاظ ولا والصوف هذوما كانت ديجا تخبيه وخاطر ما عادش توا ما عادش توا بدينا نعمل ما هو حد عليا انا راني فما نجيب تصاور ها فما انا دونك الحاجات الحاجات مثلا لي فيست الوحدات الجين ولا هذوما كان نتاع ربيع هذوك ما يزالوا ما يتخبيوش توا ما يتخبيوش توا دونك توا باش نتعداو الحاجات اللي هما الماست هاف الحاجات الانديسبونسابل في الكاردوغوب نتاعنا عملنا تخي وعملنا حاجات فما حاجات كسوا صيف شتاء المود تمشي ما
تجي تتبدل الحاجات. عندنا اول حاجه لا شوميز بلانش، دونك لازم يكون عندك في الغاردوروب نتاعك اون شوميز بلانش بيان كوبي للمقفوم نتاعك، سيتادير كي تبدا مثلا عندك دي روندورمون فوق كل ما تاخذش اون شوميز تري سانتري، خذ اون شوميز اسيك معناتها الستريت فيت اللي تبدا دروات اللي تقعد لك ان تمبورال. هوني الحاجات اللي باش نقولهم الكل راهو تنجموا معناتها تعملوا انفستيسمون فيهم، تنجموا تشريهم دي مارك وحاجه خاطر يقعدوا، ماهيش حاجه باش تشريها ديما. دونك عندك هوني للرجال وللنساء، حتى الراجل لازم يكون عنده اون تري بيل شوميز معناتها بيضة بلانش في الـ في الـ في الدريسينغ نتاعو، خاطر سي ان تمبورال تنجم تلبسها مع اي حاجه كسوا ستيل معناتها كاجوال ولا سبور شيك ولا معناتها سبور، حاجه ما تموتش، حاجه لازمها تكون. الحاجه الثانيه الجين، نعرفوا لي جين فما برشا جينات وبوكو دو معناتها دو كوب وكل شيء، واكثر حاجه بتاتخ نشريوها هي الجين، اما اكثر حاجه نجمو نغلطوا فيها هي الجين، معناتها نجمو نشريو برشا جينات اما اللي نلبسوهم ونفدوا منهم وما عادش نلبسوهم ونعاودوا نقعدوا ديما نلوجوا على ان جين. دونك هوني بالحق الجين تشري جين تري بيان كوبي اللي حاجه اللي ترتاح فيها وتمشي مع المخفوم نتاعك، ميم سي فما دي توندونس فما البرودي فما هوني لي نحكي على الجين سامبل ستاندار كو سوا الكولور معناتها جين هكاك ولا اللي يبدا بلوز او موان فونسي اللي هو مزين برشا ويعمل معناتها حتى اللوك كلاسيك حلو فيه. دونك لا بتيت روب نوار كيف كيف هوني لا بتيت روب نوار كو سوا معناتها معناتها بتيت مانش ولا مانش لونغ ولا سون مانش لي لونغور تو ديبون دو لا مورفو اللي تحب عليها. دونك حاجه انديسبونسابل لا بتيت روب نوار تنجم تاخذها بون ماتيير تكون اسي فلويد اللي تنجم تلبسها في الصيف وتنجم تلبسها في الشتاء با فورسيمون تاخذها اون ماتيير ريجيد. عندنا هوني لو بيرفكتو ولا لو بلازير زيد فهمت. دونك حاجه اون كوير هوني تنجم تاخذ بيرفكتو ولا اون فيست اون كوير معناتها تبدا دو بون كاليتي اللي سي ان تام فوريل معناتها تنجم تجي لي مود الكل حاجه تنجم ديما تقعد لك ما تموتش. ابي البلازير زيد هوني باش نحكي على البلازير التيشيرت والبنطلون نوار، عندك ثلاثه حاجات هذوما كيف كيف لازم يكون عندك ان تيشيرت بلون هوني تحفون تكون الكوتوناد نتاعو باهيه مش اللي تغسلو مره اثنين يتشلفح ويتهلك، تكون الكوتوناد نتاعو باهيه. بلازير نوار كيف كيف كي هوني انت والمخفوم نتاعك كو سوا فوالا تكون طويله معناتها او نيفو دي انش ولا قصيره شويه تو ديبون لا مخفوم نتاعك. اي لو بنطلون نوار بيان سور بيان سور ان كلاسيك اللي ما يموتش يكون عندك زاد ان بنطلون تري بيان كوبي. لي اسكاربان اي لي باسكيت دونك هوني لي اسكاربان نوار جو دي بيان نوار مش نيود معناتها نيود تنجم تكون عندك لا دوزيام بير مي لازم يكون عندك معناتها دي اسكاربان اون نوار. هوني حطيت طالون الفورم كل انت وساقك انت والطول نتاعك انت معناتها شنو ترتاح معناتها تو ديبون اللي يحب شويه طالون اللي يحب زاده معناتها محلول الديكولتي يكون اكثر من دا لا شوسور من قدام. اي لي باسكيت اون بلون هوني لي باسكيت كيف كيف كسوا للمراه ولا للراجل كيف كيف. ولي شوسور حبيت نقول حتى الراجل راهو لازم يكون عندك دي شوسور sur en noir en cuir classique classique ما فيهم حاجه شيء معناتها حاجه تري تري سامبل اللي تنجم تلبسها مع جين معها جوست شوميزي وبلازير ولا تنجم تزيد تلبسو حتى مع كوستيم معناتها دي شوسور يكونوا دو تري بون كاليتي ان كوير اللي زاد حاجه ما تمنتش. دونك هذوما الحاجات اللي انديسبونسابل في الغاردوروب نتاعنا. دونك بعد ما نعملوا التري وننظموا البلاكار نتاعنا ونطيشوا الحاجات اللي ما حشناش بهم دونك لازم يكون عندنا الحاجات هذوما كما قلت صيف ولا شتاء معناتها. سامحني المره الجايه باش نحكيو على لي ساك خاطر بلاصتهم وين باش نحطوهم راهم مشكله مشكله. عندك لي ساك البلاصه وين تحطها ولا لا كيفاش معناتها لي بيان كونسيرفي خاطر فما ساك اون كوير وكل شيء يتهلكوا بالوقت. دونك داكور المره الجايه نحكيو على هذا. ميرسي بوكو روسي. نرجعوا مع شيف فتحي. مرحبا بكم فاطمه. انا هنايا تشوفوا فيا الكريمه طابت باش نوريكم كيفاش نقصها الملصوقه نتاعي. انا حليت البريكادور قسيت الملصوقه نتاعي في اربعه وكل ربع هي ولات معناها اربعه ارباع كل ربع نزيد نثنيها على اثنين باش نعمل خاطر بريويت جويده نقصه هكا نحطه على اثنين ومن بعد نجيب السكينه ونقص هكا في معناها في وسط الملصوقه تولي لي معناها بروج صغيرين. نجي للبروج نتاعي نحطهم هكايا فوق لو بلون ترافاي تشوفوا خدمه بالسيري وما تستحقش ياسر وقت. انا خديت ابيض العظمه عملت لكم مايونيز بالاصفر ناخذ الابيض نحطه هكايا على الحراف هذاك اللي يخدم لي كول
لأن المرة الأخرى خدمت لكم الكل بالفارينة وردة، لكن اليوم ببيض العظمة بيسكو عندي شوية أبيض عظمة، لكن تنجموا تستعملوا راهو الفارينة. ناخد بوش فيها اللوز متاعي ونحط دي بتي مخصو هكايا طويل باللوز، لوز قلت لكم عجنته بشوية سكر جلاس، وحتي تحب نجمو تعجنوه بالعطر شيء بالزهر ولا بالماء ولا بالسيرو كيما تحبوا انتوما. نجي هوني ونثني ونسكر البريوات متاعي، نكبسهم مليح 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 وهما يتسكروا بالقداء، يلصقوا غاديكا معناها حتى إذا كان ما لصقتش كعبة تعودوا لها لوبيغاسيون بالعظم وتحطوها على التسكيرة متاعها وهي تتسكر، معناها راسها مش صحيح بالكل، تشد صحيح انت معاها تتسكر كما يلزم، نحطوا العظم ما تخافوش منه، وإلا أعملوا خلطة صغيرة كل ماء وفارينة. هذه كيفاش تطوي البريوات فيسع فيسع، هذو ما زاد من الحاجات راهو اللي تنجموا تقليوهم بالمسبق وإلا تحطوهم كما هما في الكونجيلاتور راهو يقعدوا ما يصير لهم حتى وين حاجتكم بهم، تجبدوا بالوقت وتقليو بالوقت. هذه كانت البريوات توا فاطمة كي نحضرهم لكم، تجيو وتقرمشوا مرحبا بكم. ميرسي بوكو شيف فتحي، هذاك علاش تقعد بحذانا غوسي باش تقرمش معانا بعد شويه. اما توا نحب نعطيكم فكره على العمره مع ليبرتا فواياج. دونك ليبرتا فواياج بالنسبه لعمره شعبان توفر لكم رحله نهار 7 نهار 14 ونهار 21 افريل، والرحلات هذم الكل التنظيم نتاعهم والبرمجه نتاعهم راهي كيف كيف. الانطلاق نتاع السعر نتاعهم هو 299 دينار، وبعد تخليص 8 شهور على 8 شهور 250 دينار. بالنسبه للعرض الخاص لعمره 31 مارس و 21 افريل راهو كيف كيف، التسعيره ابتداء من 299 دينار وبعد خلصوا 250 دينار على 8 شهور. بالنسبه للناس اللي تسال وقتاش باش نبدا عمره رمضان، راه ليبرتا فواياج تقول لكم تنجموا تبداو وتجيو من توا تقيدوا، وممكن تعطيو ما نعرفش افونس باش تمشوا للعمره ان شاء الله في رمضان. هذا الكل نحب نقول لكم ما تنفرجوا في راي احد المعتمرين اللي ديجا تويكا موجود في مكه ان شاء الله، يعطينا رايه على سيرفيس نتاع ليبرتا فواياج. ليبرتا للاسفار والسياحه، حجاجنا ومعتمرينا في مم عينينا. احكي لكم لا احكي لكم شو قلت انا وسام يعني الافتراض من يسهلوني كل سنيه خدمات التعرف كلهم والله من على عام، ولست متاجر لا باي كلمه ولا باي حركه، وانا في التعليم وملتزم بالاخلاقيات وبالوفاء والصفاء. فعلا كنا من خير سنه وكلك يسمع فيه فهمني والله يعني. وهاو شنو فرحة اخرى مؤيدا لهذا، كل الشركات الاخرى انا نتقصاش على ساعه، يعني لو لبيت السؤال نتاعي وقناعتي لازم تسال هذا وهذا 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 باش تكون فكره. نعم. قالوا لي معناها الشركات الاخرى هنا لا انتم افضل، يعني شفناه في تحركاتهم معناها فيكم انتم. نعم. والخدمات اللي يقدموا فيها والايحام الاخلاقي الكل رائع جدا. نعم. وانا مستبشر خير ليكم، وما عندي بالسوق من دروب. Well, I have nothing just to say about anything else. All of that I have just, I am very proud just to be with you. قلت له قلت للمراه لو كنت جات المراه تولد باش نسميها نسمي البنيه ليبرتا. ليبرتا للاسفار والسياحه، حجاجنا ومعتمرينا في مم عينينا. مش غريب على الكلام اللي كان يقول فيه المعتمر هذا اللي ما احلاه سمباتيك ياسر، الراجل قال كان نجيب بنايه نسميها ليبرتا علاش لا. نحب نقول انه مش غريب سيرفيس دو لوكس اللي قدمه مسيو كاليتي، والكاليتي ديما طياره وعاليه مع ليبرتا فواياج. دونك اللي يحب يمشي يعمل عمره معليك يطلب يكلم ال 71 90 56 56 ولا ال 20 782 782 ولا 29 400 957. نجموا تدخلوا على لاباج فيسبوك ليبرتا فواياج وإلى لو سيت ويب سيت ويب www.libertavoyage.com. دونك وصلنا للتنبير مع دوغا. الله يبارك. عسلامة ومرحبا بكم في نشرة الخنار. والخبر الأولاني على الإعلامية التونسية عايشة بن عثمان اللي في تكتم تام وسرية كبيرة وتعتيم إعلامي، قاعدة تحضر في برنامج جديد اسمه عايشة شو، باش يتعدى على قناة مصرية وعلى قنوات خليجية. ومن جملة الفنانين اللي باش تجيبهم في برنامجها الجديد سلطان الطرب جورج وصوف اللي جاها قبل في برنامجها عنده عامين التالي.
جوست نحب نقول لكم ونعلمكم اللي جورج في مشواره الفني الطويل ما شاء الله 44 سنة مظهر في التلفاز كان 7 مرات. اللقاء السابع كان مع عائشة، والثامن إن شاء الله زادة باش يكون مع عائشة، وهذا الكل بسبب جبل القبول اللي عندها، وجبل الحرفية، وجبل الكاريير الإعلامية اللي عندها، مش على حاجة أخرى. الخبر الثاني كلامك محلاه، اما بالحق محلاه الراجل كي يوقف مع مرته ويوصلها معناتها يوصلها للطموح اللي تحب توصل له. برافو، يعطيه الصحة. يعطيه الصحة. تسمعوا الخبر الثاني على الفنانة ستار نتاع البوب ريانا. ريانا مقدمة نازلة بعائلة تونسية عايشة في هامبورغ في ألمانيا، عندهم 15 سنة. حلوا سنتر ديستيتيك سميوه ريحانا لميس. ريانا رفعت بيهم قضية باش يبدلوا اسم السنتر على خاطر هي زادة تخدم في مواد تجميلية. مولاة السنتر مدام سامية العيدي قالت انها سميت السنتر على اسم بنت اختها لميس، على بنتها لميس وبنت اختها ريحانا. وتوا لازمها تفهم القاضي اللي احنا في تونس نسميه ريحانا مش ريانا، تتكتب كيف كيف مش مشكلتنا، ريحانة مش ريهانة، مشكلتكم انتوما ما تطقوش الحاء، مش مشكلتنا احنا اموركم. اخر خبر على شيرين عبد الوهاب اللي نقابة المهن الموسيقية المصرية قروا توقيفها عن العمل واحالتها للتحقيق بسبب الكلام اللي قالته في الحفلة اللي عملتها في البحرين. شيرين ملقات ما تفدلك كي عادتها، قالت في الحفلة للجمهور احنا توا نجمو نحكيو على راحتنا بكل حرية على خاطر كي نحكيو في مصر نتكرفتو ويقبضوا علينا. شيرين هذه مش أول مرة تفدلك فيها، تفدليك اللي مع الخرشف. قامت الدنيا وقالت عليها مدة التالي على كلمة اللي يشرب من النيل يمرض بالهارسيا، وسلكتها وقتها بالسيف وقتها، وتوا تقول اللي يتكلم في مصر يدخل الحبس. يا شيرين انت فنانة يحبوك الملايين، اما الله غالب عليك ما تعرفش تتكلم. نصيحتي ليك القى حل وغني من غير ما تتكلم. كيفاش عملك صراحه يزم التكنيسيان دو سون وقت اللي تغني يسكر على الميكرو دوبا تبدا تحكي، هي تحكي ويسكر عليها. فما ناس الله غالب عليها اسمها سيد. سيد باش تخدم مع شيرين هكا هو باش تدخلنا رفات على فاشين. يعطيكم الصحه. هو سي معناتها هي سبونتاني على الاخر. اي اما هي ما تكذبش شويه في اللي قالته، سي لونجاجمون نتاع الفنان. لا 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 راهو الفنان عنده مسؤوليه الكلام قدام الكاميرا، خاطر راهو مصر قالت تعمل في ايفور كبير باش تحسن تصويرتها قدام العالم. حبوب الاجندة. ايه دونك صباح الفل والياسمين الكل، مرحبا بكم في اجندة الماتينال. اليوم نبداوها بان ايفينمون سبق وحكينا عليه قبل اللي هو تونس تقرا. وقبل كي حكيت لكم على ايفينمون هذايا قلت لكم راهو ايفينمون يتنقل في المدن. المره هذايا نلقاو تونس تقرا في ساقية سيدي يوسف بالكيف بيان سور. دونك كتاب كينيديك تلقاوه اليوم 26 مارس بدار الشباب ساقية سيدي يوسف. اللي يحب يكون موجود في ايفينمون هذايا عليكم انكم تمشيو لدار الشباب بساقية سيدي يوسف، غادي تنجموا تتشاركوا كتب قريتوهم مع قراء اخرين او تسمعوا كيف كيف حكايه كتب اخرين في ايفينمون تونس تقرا. ليفينمون الثاني هو مسرحيه، المسرح يجينا من قاعه الفن الرابع في شارع باريس مع العرض الثاني اللي هو دونك فوالا في الافيش فانتاستيك سيتي اجين، دونك مدينه العجائب مره اخرى للممثل والمخرج المسرحي والدرامي التونسي احمد امين بالسعد. دونك تلقاو المسرحيه هذيا اليوم 7:30 نتاع العشيه في قاعه الفن الرابع بشارع باريس. ليفينمون الثالث يجينا بوغ ان افتر وورك، جينا من اليوكا ونلقاو حما وحبيب راي 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 ايفينمون. دونك كيف ما كيف ما التيتر نتاعو دونك يحتفل بموسيقى الراي القديمه ولا جديده، وهو من تنظيم دونك الدبو الكوليكتيف دبو. ليفينمون هذا يبدا اليوم 9 نتاع الليل. نختموا باخر ايفينمون اللي هو مازال متواصل في الكاف. دونك عندنا ليفينمون الاول في ساقية
بطاقه يوسف مريضيه في الكيف سنتر مهرجان 24 ساعه مسرح بدون انقطاع يتواصل زيد اليوم وتلقاو نجموا تمشيو للسنتر ديزار دراماتيك سينيك دو كيف غادي كتلقاو مختلف العروض وكذلك البرنامج بالتفصيل الايفينمون هذايا يبدا اليوم 10 نتاع الصباح ومازال متواصل حتى كشي الغدوه. كانت هذايا اجندا الماتينال اليوم نتقابلوا غدوه في اجندا جديد. اليوم زاد فما سهريه مرتضى اللي تلقاوها في مهرجان الشباب بالقصرين. نرجع ناخذوا مع شفت حياه. أيا مرحبا بكم مرة أخرى وفي الختام تاع برنامجنا اليوم أنا حبيت نوريكم شنو عملنا اليوم اللي هي المقرونة هذية اللي بالصلصة ماهيش مقرونة جارية لكن الطيب من غير ما تصمتوا المقرونة. أنا اليوم قلت لكم راح تجي مقرونة بالصلصة والخضرة وتترمي الكل على بعضها وتحطوا لها مرقتها طول معناها في عود المقرونة تتصمت وبعد ما تلقاش جهد باش تشرب الصوص أنا نحطها الكل مع بعضها وتطلع مقرونة بالصلصة. أنا اخترت اليوم مقرونة ورده البلوم نيميرو 2 فوحتها بطماطم مهروسه عبيده حطيت لها كلافس ومعدن كلافس مش معدنوس بصل زيت زيان ثوم فورنيت ومعناها حطيتهم كل على بعضهم ملح فلكحل شويه كركم ما نفوحوش ياسر ما جوست ذوقوا لها ملحه راهي المقرونه معناها يلزم الصوص تبدا ملحه واقف شويه باش كي تجي تشرب هي اكل الصوص هذيك تجي قد ما توليش مسوسه خاطر ما نجموش نزيدوها الملح وتزينوها بشويه زيت زيان حتى في الاخر تصبوا لها كيتا زيت تعطيها لمعه وتعطيها مطعم اخر اونكتيوز وحاجه بنينه. الوغ وريتكم اليوم كيفاش اون اوتر فاسون باش تشوفوا البروكلو. انا البروكلو نعمله مشوي في الكوشه ويجي حاجه بنينه برشا فوحته بثوم فرنيتو بشويه فلفل زينه انتم تنجموا تحطوا هروس راهو ماهوش مشكل حطيت له شويه ملح وفلكحل وخلطته بشويه زيت زيان حطيته فرشته في طبق في الكوشه خلي الكوشه مده تقريب أربعة دراج نص ساعة انتم تتفقدوا تطيب نتاعو خاطر هو مشامم صغار قسيتهم تحطوا هيت شوية في نار 200 تعسوا على تطيبه باش ما يتحرق لكمش كمان هو دوبا يحمار هكايا راهو طاب فيسع فيسع البروكلو يطيب كيما يطيب القراع كيما يطيب أقل شوية من تيبس في النار. وريتكم فرد مرة زادة كيفاش تعملوا مايونيز بالهريسة. أنا اخترت هريسة عبيدة عملت مايونيز في وقت قياسي كلي خذيت أصفر العظمة صبيت عليه زيت زيان حطيت عليه الهريسة ثوم فرنيت شويه ملح شويه فلكحل شويه قارص بالبلندر في دقيقه طلعت المايونيز هذيا تنجموا تخدموها في القمصان ولا في اي حاجه لا فاسون دو فيغ راهي هذيك سهله ياسر ياسر وما تنجمش تهلك لكم المايونيز نتاعكم. واليوم زاده حبيت وريتكم كيفاش تعملوا هالكعابر هذوما اللي بتجيش في الكوشه. انا نحب برشا ترتيب الكوشه. الوغ الكعابر هذوما خذيت الصدور نتاع مليحه تنجموا تاخذوا اسكالوب مليحه ولا تاخذوا دجاج اسكالوب ترحيوه المهم يطرحه تحطوا له معدنوس شويه نواد مسكات ملح فلكحل وثوم فورنيتو لابد ثوم فورنيتو وطول شويه معدنوس وتكعبروهم طول تحطوهم في طبق يمشي للكوشه حطوا معاهم صحيفه ماء باش يطيبوا طريين ما يشيحوا لكمش في الكوشه هما دو توت فاسون معناها ما يلقاوش جهد باش يشيحوا تلما يطيبوا في ساعه يقعدوا ربع ساعه في كوشه 160 دوبا تمسوا تنزلوا عليهم هكا من فوق بشويه تقوصتهم طاب تخرجوهم تخليوهم يرتاحوا. ايه كوتي في الحلو عملت هالكريمه هذه اللي انا تغرمت بها المده هذه هي سمخت شيف كابوتشينو حاجه بنينه ياسر ياسر تحسوا فيها مطعم القهوه والبنه بتاع القهوه وبنت الكريمه فريمون حاجه هي تقول عليها بوزه حاجه بنينه ياسر. عملتها طيبتها سلو المكونات اللي مكتوبه في الباكو بتاع سمخت شيف ما تنجموش تفلتوا لا روسيت اذا كان يطبقوها على لتر. وعملت بحذاها بالملصوقه بريكادور عملت هالبريويت هذوما بالسوابع صغيرين يتاكلوا مع الكريمه هذيا بالملصوقه بريكادور وباللوز وحطيت لهم شويه سكر جلاس باكو فاني ما تنساوش باكو الفاني سمارت شيف ووريتكم كيفاش سكرتهم كيفاش تخدموهم جويدين هكايا برشا عباد يظهر لهم صعاب لكن ما حتى شيء ما يصعب عليكم اذا كان عندكم المكونات الباهيه. ان شاء الله تكون عجبتكم تبارت اليوم اكتبوا لنا ديما كيما العاده على الباج الماتينال واحنا نرضيكم كوت كوت. ما
ميرسي بوكو شيف فتحي، يعطيك الف صحه. نجيو تويك الغوميرسيمون البنات. اي كل عاده وكل عويد باش نقول ميرسي 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 للالويت الالويت اللي تلبس فيا توا السيزون الثانيه. ميرسي الحوايج موجودين عند الالويت الكبار والصغار، لي اكسسوار الصبابط السيكان برا. مشيو للالويت في النصر 2 وادخلوا على الباج انستغرام الالويت تونس، والا ادخلوا الباج فيسبوك الالويت تلقاو نمبر التليفون وتلقاو لي تينيغ زيد. نشكركم انتم على الميساجات نتاعكم، نقول لكم اذا تحبوا تكونوا موجودين معنا في الماتينال في روبريك لايف ستايل تابعتونا على الباج اوفيسيال الماتينال وشهيه طيبه. ميرسي بوكو البنات. اغوستي زاد نخليك تقول كلمه ختام. ميرسي لروحي. ميرسي لكم انتم، ونهار ديما هذايا محلي انا يعجبني نهار نجي معاكم هاك سورتو جعت انا توا هذاك علاش قاعده ديما نقول لكم خلوني في الاخر هكا ولا بيبيك في كل وقت. ميرسي حسي دخت. ميرسي بوكو غوسي. الوغ نحب نقول ميرسي بوكو باك ستيج العوينه سونتر دي ستيك باك ستيج في العوينه. امشيو شوفوا واش عنده دي فورفي تفرحوا برشا سورتو عنده ايكيب ياسر محلاهم. اي ميرسي بوكو منال اي مهدي. نحب نقول كيف كيف ميرسي بوكو ليكيب تكنيك ايكيب الاعداد خاصه زميلتنا سنة المجري المعده. ميرسي بوكو البنات. ميرسي بوكو للشيف. ملتقانا ان شاء الله غدوه بسلامه.